معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من الدوحة الصحفي والإعلام العراقي السيد حسين دلي. مرحبا بك سيد حسين. إلى أي مدى ترى أن العراقيين راضون عن أوضاعهم المعيشية والحالة السياسية التي تعيشها في بلادهم؟ شكرا لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. الحقيقة هو السؤال ينبغي أن يكون عن مستوى الإحباط وليس مستوى الرضا، لأنه ليس هناك رضا بالمعنى الحقيقي في العراق. العراقيون اليوم حالة الإحباط التي يعانون منها ليست مجرد موجة تظهر اليوم أو تختفي غدا، وإنما هي حصيلة تراكمية تزداد يوما بعد يوم منذ 15 عاما. الإحصائيات التي تشير إلى حجم الإحباط، انعدام الرضا عن الحكومة، عن المستويات السياسية والاجتماعية التربوية والخدمية، هي تتمظهر بشكل أبرز مما كانت عليه سابقا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. إقبال العراقيين ازداد عليه في السنوات الأخيرة، وبالتالي عملية التعبير عن هذا الشعور بالإحباط من ممارسات الحكومة، من سلوكياتها، من المنهج الذي تقوم عليه الحكومات التي تحكمت بالمشهد العراقي بعد الاحتلال وإلى هذا اليوم، هي هذا التمظهر بات بشكل أبرز وأوضح من ذي قبل. ولذلك نقول أنه عملية إحباط، عملية التذمر، الشكوى المتزايدة التي أخذت تنتشر في الشارع العراقي باتت اليوم بشكل أبرز من ذي قبل. كانت سابقا تجري في شكل شخصي على مستوى الأسرة، على مستوى الأفراد، على مستوى المناطق. اليوم تظهر عملية التنديد وعملية شجب الأداء الحكومي في الساحة العراقية، تظهر على شكل احتجاجات، على شكل مظاهرات، وهذه معبرة بصورة حقيقية وأكثر شمولية عن واقع الإحباط الداخلي الذي يعاني منه ملايين العراقيين من هذه الحكومات التي تواصل السير بنفس المنهج، عملية السيطرة على مقدرات البلد، على ثروات العراق. الآن العراقيون لا يعرفون حقيقة أين تذهب مليارات النفط. اليوم العراق في المرتبة الثانية في تصدير النفط بعد السعودية. العراق وصل إلى نحو 4 مليون برميل تصدير، وبالتالي ميزانية كبيرة. ليست هناك حرب، ليست هناك أعمال قتالية كبيرة، وبالتالي يكون السؤال مشروعا وبصورة أكثر جلاء من ذي قبل: أين تذهب هذه المليارات؟ لماذا لا يرى العراقيون أثرها في الشارع؟ إذن كيف تفسر تصريحات شركاء العملية السياسية عن أوضاع العراقيين وسط هذا التقرير الأمريكي الذي أكد أن 60% من العراقيين يرون أن أوضاعهم تسوء يوما بعد آخر في هذا الاستطلاع؟ الملاحظ في الأشهر الستة الماضية بعد انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان وبرهم صالح لرئاسة العراق ثم عادل عبد المهدي الذي لم تكتمل تشكيلته الحكومية حتى اليوم، أن عملية الدعاية للواقع العراقي الجديد، للوضع السياسي، باتت الآن متوزعة. اكتشف الساسة وأقطاب الأحزاب أن يكون أن هناك الجهد فقط موزع على رئاسة الحكومة ووزير الخارجية لم يعد مجديا، وبالتالي كان هناك إجماع وآراء تدعو إلى أن يكون رئاسة البرلمان ورئاسة العراق تتولى جهد وجزء محدد من عملية الدعاية للواقع والمنظومة السياسية الجديدة على أنها تمثل ديمقراطية تشاركية، وعلى أن المسؤولية موزعة بين المكونات السياسية والأحزاب. وبالتالي رأينا في الأشهر الثلاثة الأخيرة عرج الخصوص جولات كثيرة قام بها برهم صالح ومحمد الحلبوسي. اليوم محمد الحلبوسي يذهب إلى السعودية في محطة جديدة بعد أن زار عدة دول في المنطقة. هذا الشركاء العملية السياسية في هذا الواقع يريدون أن يظهروا أن العراق يسير نحو وضع جديد، أن هناك مسار جديد للعملية السياسية، ولكن في واقع الحال أن البؤس، أن اليأس من الواقع السياسي في أعلى درجاته عند العراقيين. العراقيون لا يفهمون ما الذي يجري في الحكومة وكيف تدار الوزارات. هناك إشكالية حقيقية في عملية إدارة موارد الدولة.
وكما قلت سابقا المليارات تزداد، لكن عملية التنفيذ والتطبيق في الشارع في المستوى القدمي والبلديات اللي هو يعتبر المعوق الرئيسي. نعم. شاهدنا موجة الأمطار والسيول اكتسحت المدن وأدت إلى أضرار ووفيات، والحكومة لم تفعل إلا أنها تواسي عائلات القتلى والجرحى وكأنها ليست مسؤولة عنهم. طيب، المؤسسة في استطلاع رأي لها وجدت أن 80% من العراقيين يعني غير واثقين بمؤسسات الجيش والشرطة وحتى القضاء. ما تداعيات عدم الثقة هذه على تماسك المجتمع العراقي؟ التداعيات ستزداد الفجوة بين العراقيين وبين المؤسسة الأمنية أكثر مما هي عليه من فجوة. هناك إشكالية حقيقية في محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه الخصوص، وحجم التذمر بلغ مدايات كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد أن بتصرفات الحشد وبعض المؤسسات الأمنية المرتبطة به. قبل يومين انتشر مقطع فيديو كثيرا في الشارع العراقي لجندي يضرب شخص كبير في ساحة معارض مدينة البصرة بشكل لا إنساني ولا حضاري رغم مناشدات الناس. اليوم انتشر مقطع آخر لجندي من محافظة المثنى يتكلم عن الواقع المأساوي الذي تعيشه المحافظات الجنوبية مقارنة بمحافظة الأنبار التي نقل جزءا من صور الخدمات فيها، رغم أنها ليست بخدمات حقيقية لكن مؤشر على أن الفارق بين المحافظات الجنوبية التي لم تشهد عنف لم تشهد حرب واقع مأساوي جدا بسبب تحكم الأحزاب والسيطرة عليها. اليوم هناك صراع حقيقي حتى بين أحزاب المكون الواحد. شاهدنا عملية انتخاب محافظة بغداد الأسبوع الماضي والصراع عليها بين التيار الصدري والحكمة من جهة ودولة القانون وتحالف البناء من جهة أخرى. هناك نفس المشهد يتكرر اليوم في محافظة البصرة في الصراع على منصب المحافظ الجديد. موجة المظاهرات عادت وتجددت في محافظة البصرة، يبدو أن الناس محبطين بشكل تام من أداء الأحزاب من أداء الحكومة، وحتى بعد أن استعانت الأحزاب بالمرجعيات الشيعية في الشهر الماضي في محاولة لتخفيف زخم المظاهرات والاحتجاجات ربما نجحت جزئيا، لكن يبدو أن المظاهرات عائدة بقوة والاحتجاجات ربما تصل لمستويات أكثر مما وصلت إليه قبل 3 أشهر عندما أحرقت مؤسسات المرتبطة بالأحزاب والحشد على وجه الخصوص. وهذا مؤشر يعطيه ويرسله العراقيون إلى المعنيون سواء داخل العراق أو حتى من دول الجوار والمنظومة العالمية بأن الواقع في العراق في وبقائه على هذا المنهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحباط وانعكاس ذلك وتداعياته على الشارع العراقي ستكون ربما بواقع متفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بخير وأن يكون التغيير حقيقي لا أن يكون شكليا على يد هذه المؤسسات التي تحكم العراق. إذن كما تفضلت، هو الأداء السيء لهؤلاء الساسة منذ عام 2003 قد أدى إلى عدم الثقة والإحباط الذي يعيشه الشعب العراقي وسط تقرير لجنة الأمن النيابية الذي كشف عن أن خسائر عقود تسليح الفاسدة مثلا توازي ميزانية 4 سنين. كيف ترى فساد هذه العقود؟ حقيقة منظومة العسكرية في العراق منذ أيام حازم الشعلان أول وزير الدفاع في حكومة إياد علاوي وإلى يومنا هذا في الوقت الذي هناك صراع كبير على منصب وزارة الدفاع، هناك حملات بل موجات بل صفقات هائلة مليارات الدولارات، فساد مستشري كل الحكومات تمالأت على التعتيم عليه. وما جرى كشفه من بعض الصفقات لبعض المسؤولين في وزارة الدفاع والداخلية ما هو إلا ذر الرماد في العيون. الصفقات الحقيقية عملية نهب المليارات كانت تتم بعلم رئيس الوزراء سواء كان إبراهيم الجعفري ثم المالكي بدورته ثم العبادي ووصولا إلى عادل عبد المهدي الذي يحاول اليوم الادعاء أن هناك حملة جديدة لتطهير الوزارات من الفاسدين، وقد فعلها حيدر العبادي سابقا ولم ينجح لأنه اصطدم بأن الفاسدين الرئيسيين هم الأحزاب التي ينتمي إليها حيدر العبادي وينتمي إليها اليوم عادل عبد المهدي. هذه منظومة الفساد سواء على مستوى وزارة الدفاع أو الداخلية وحتى بقية الوزارات منظومة فاسدة بامتياز
تباع فيها الوزارات، تباع فيها المناصب بشكل علني، والوزراء المتنفذون الذين لديهم علاقات بالأحزاب يجري العفو عنهم، كما شهدنا قبل أسبوعين عندما أعلن القضاء العراقي أن عبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق الذي أهدر بضعة مليارات تم العفو عنه في بطريقة فجأة، وكأنه ليس هناك أي اعتبار أو مراعاة أو احترام للشارع العراقي والذي يعاني من هذا الفساد المستشري. وبالتالي عملية بناء جيش عراقي الذي انكشف قبل 3 سنوات عندما تبين أن الصفقات والمليارات والأسلحة التي اشتريت لهذه المؤسسة الأمنية كانت فاشلة بامتياز، لأن عملية البناء الحقيقية للعقيدة القتالية والعسكرية للجيش العراقي عملية فاشلة، ولاء الجيش وولاء المؤسسة الأمنية للأحزاب والأفراد وليس للعراق. شكرا جزيلا لك سيد حسين دلي من الدوحة، الصحفي والإعلامي العراقي.